اهلا بكم اعزائي المشاهدين على قناه بيبو سبورتس وبرنامج الموهوب مع بيبو. النهارده بقى نتكلم على اجمل الاهداف اللي احنا هنبدا نجيبها لكم كل فتره كده ان شاء الله، وهنحاول بقدر الامكان ان احنا نتواصل معاكم باجمل الاهداف. الكسندر اهوت كره جاله من نص الملعب بيوقفها، شوف الوقفه يا جماعه، بيوقفها بيريحها لنفسه علشان هياخد القرار للرفع بقى يا جماعه. بص ورفع وهوبا وجميله، ومين مستناه بقى؟ كريستيانو رونالدو من اعلى نقطه. يا ولد يا ولد، فين بقى في المقص اليمين لمرمى سامبادوريا النهارده؟ وهدف عالمي من اجمل الاهداف اللي انا شفتها في حياتي في كره القدم للنجم البرتغالي العالمي كريستيانو رونالدو. فرحته بالهدف اهوت، وبيبص وبيأكد الهدف، وكل زمايله بيسقفوا له وفرحانين له لانه خد قرار وعمل حاجه ما شفتهاش في كره القدم بصراحه يا جماعه. إمكانيات وقدرات وموهبة عالية جدا جدا يمتلكها اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو. هدف عالمي، الجماهير هي فرحانة جدا بهذا الهدف اللي يدرس بصراحة يا جماعة، هدف يدرس وهدف عالمي. الكسندر اهو يا جماعة رفعها، مين في انتظاره بقى؟ كريستيانو رونالدو طالع من أعلى نقطة ثلاث أدوار، وهوبا شوف يا جماعة الرفع زي ما الكتاب بيقول. وطالع مين بقى؟ كريستيانو رونالدو، وهوبا وجون، وروعه روعه من اجمل الاهداف. اشوف يا جماعه طلع وارتقى لفوق، وجاي بقى من مسافه من على راس ال 18 وارتقى وهوبا في ثالث دور ومشى في الجو زي ما انتم شايفين اهوت، وقوه الدفع شوف رجله يا جماعه، وباصص الهام مرمى وهوبا وطلع قبلها في انتظارها في الجو وموجه بالراس، حاجه روعه روعه روعه. هدف يدرس، هدف عالمي من ماركه كريستيانو رونالدو يا جماعه. بص يا جماعه وهوبا شوفوا جسمه مال ازاي علشان يوديها فين؟ في اقصى الزاويه الشمال. الكسندر يا جماعه احنا بنوقف له كل وقفه مره واثنين وثلاثه، بص يا جماعه بيريح نفسه هوبا وقرار ورافع في انتظارها مين بقى؟ عملت الواو اللفه الرائعه جميله جدا، وهوبا بوم بوم، رائع رائع رائع. كريستيانو رونالدو حاجة بصراحة فخر، حاجة روعة، هدف يا جماعة قلما ان احنا نشوفه في كرة القدم. ارتقاء يصل الى 2 متر 55 سنتي لكريستيانو رونالدو هيسجله في التاريخ. ما تنسوش الاشتراك على القناة وتفعيل زر الجرس والشير واللايك علشان يصلك كل ما هو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.